مارلين زميلتنا عملت ست عجوزة وهي العجوزة ولا حاجة، دي شابة وزي الفل، لما تديها ما تديهاش أكتر من 90 سنة. مسكت مارلين مقشة وهي بالمكياج اللي معجزها ووقفت تكنس قدام الفيلا بتاعتها وكل واحد ماشي تهزر معاه بالمقشة. رد الفعل عليك هيكون ايه لما ست عجوزة تهزر معاك بالمقشة؟ Oh,